في الوقت الذي تتجه فيه كل الأنظار نحو القيروان، يشتعل آخر مكان يتوقع أن يكون مسرحاً لمواجهات عنيفة، العاصمة. بعد منعهم من إقامة مؤتمرهم في القيروان، أعلن تنظيم أنصار الشريعة تغييره إلى حي التضامن. إيقاف ناطق باسم التنظيم السلفي ليلة السبت زاد من توتر الوضع، فانطلقت الشرارة وسط حالة من الذهول بين المواطنين. احنا متعدين واقفين هنا في الحومة ونشوفوا في السلفيين متعدين برشا، والله أكبر ولا إله إلا الله، فهمتني؟ وعبيد يهز عصية وعبيد يهز حجر خويا وتضرب. الرشق بالحجارة أجابته الغازات المسيلة للدموع، فالملاحقات في أزقة الحي الشعبي. المواجهات بدأت مع السلفيين، ولم يلبث أن التحق بركبها مشاغبون. هنا يكتشف رجال الأمن زجاجات حارقة مخبأة، كل ذلك يفرض تدخلهم، خاصة وأن الاجتماع لم يكن مرخصا له. الأحداث بدأت تجمعات صغيرة لهنا على مستوى التضامن، وبدأت تكبر تدريجيا، وبعد انتقلت إلى أحداث فوضى وأحداث خلا وأحداث نهب وحرق، وكما تشوفوا طوى وإحنا في مواجهات في نطاق تطبيق القانون. مؤتمر أنصار الشريعة سيعقد رغم ذلك قريبا، إلى ذلك تتجه نية قياده، ما يعد بتواصل مسلسل المواجهات في هذه الأحياء الفقيرة والمهمشة، نفسها التي انتفضت قبل عامين ضد النظام. لساعات تواصلت المواجهات في الأحياء المتاخمة للعاصمة، القطيعة بين الحكومة وبين السلفي أنصار الشريعة مؤكدة منذ أمد بعيد. لكن مواجهات اليوم، إضافة إلى تصريحات علي العريض من الدوحة المنددة بأنصار الشريعة، تمثل خطوة جديدة في طريق التصعيد والمواجهة.